بعدما راجت أنباء عن اقترابه من نادي مارسيليا الفرنسي، بورتو البرتغالي وحتى من الدوري القطري. يبدو أن حارس الخضر رايس وهاب مبولحي يقترب من الدوري الأمريكي للمحترفين. ظهر رايس وهاب في مدرجات نادي فيلادلفيا يونيون الذي ينشط في الدوري الأمريكي الأول للمحترفين MLS، وهو ما ينبئ بقرب انضمام الحارس الدولي من النادي الأمريكي وناده الأصلي كريليا صوفيا البلغاري. للتذكير، فإن رايس مبولحي كان قريبا حسب التقارير البرتغالية من نادي بورتو البرتغالي، إلا أنه لا شيء جديد لاح في صفقة الجزائري.